السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. الأحزاب والتنظيمات السياسية تعتبر استهداف إصلاح عدن تهديدا للحياة السياسية والتعددية الحزبية. الرئيس هادي يكلف محافظة تعز بمواصلة مهامه ويوجه الحكومة بدعم الموازنة التشغيلية للمحافظة. مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشيد بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية إنها تتابع بقلق بالغ التداعيات المترتبة على حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن. وأعربت الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيان لها عن أسفها وخشيتها من تبعات هذا العمل الذي يندر بتهديد الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية التي تعد أبرز مكتسبات النضال الوطني وأهم ركائز النظام السياسي في البلد. وأدانت أعمال الاعتقالات الخارجة عن القانون، مؤكدة رفضها المطلق لكل مظاهر الاستهداف السياسي وأعمال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة وشجبها لكل ممارسات وخطابات الشحن والتحريض المناطقي. ودعت الأحزاب التنظيمات السياسية وكافة مكونات العمل الوطني إلى رص الصفوف لمواجهة تحدي الانقلاب والمخاطر التي تهدد الكيان الوطني والعمل من أجل استعادة الدولة وبشراكة الجميع. كما عبرت الأحزاب والقوى السياسية عن إدانتها لعملية اغتيال إمام وخطيب جامع زائد بمدينة عدن الشيخ ياسين العدني الذي طالته يد الغدر بعبوة ناسفة، مطالبة الحكومة ووزارة الداخلية القيام بواجباتها تجاه ما يتعرض له المواطنين والقيادات الإدارية في المحافظة من اغتيالات واعتقالات وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وكشف ملابساتها ووقف الاختلالات الخاصة. كما دعا بيان الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى إنهاء التجاوزات والمخالفات القانونية والتحقيق بشفافية والعدل فيما تم من انتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين فورا ورد اعتبارهم وإخلاء مقر حزب الإصلاح بعدن ومحاسبة من يقف وراء استغلال السلطات واستهداف الأبرياء خلافا لأحكام القانون. الأحزاب الموقعة على البيان هي المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة والتغيير السلمي، حزب اتحاد الرشاد اليمني، حزب التضامن الوطني. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فائزة عبد الرقيب، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني. بداية فائزة، ما الموقف الذي يجب أن يكون وأن يتم حيال هذه الانتهاكات التي تعرض لها حزب الإصلاح وقياداته وأعضائه في عدن؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال، وبالعودة إلى تواصل قوات أمنية في عدن لليوم الثاني على التوالي مداهمة منازل وقيادات إصلاحية ومحلية في عدن. وقالت مصادر مطلعة بأن أطقما أمنية داهمت منزل عضو المجلس المحلي عن إصلاح القلوعة وهيب هائل الساعة 3 فجرا وقامت بترويع المواطنين قبل أن تقوم باعتقاله. ويوم أمس اعتقلت قوات الأمن 10 من قيادات وأعضاء الإصلاح في عدن في خطوة لاقت استياء محليا واسعة. وقال الصحفي رضوان تارع بأن وهيب هائل كان يقضي كل وقته في خدمة النازحين ومرضى السرطان وجلب الأدوية لهم، مشيرا إلى أن وهيب منذ عام ونصف يعمل على التنسيق مع جهات حكومية ورجال أعمال ويبذل كل جهوده لإنشاء مشروع خيري كبير لعلاج مرضى السرطان بالإشعاع في عدن. وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش نيابة عدن بالاطلاع على التصرفات وفقا للقانون
بخصوص الشكوى المقدمة من المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن. ووجه مكتب إصلاح عدن بلاغا للنائب العام بقيام مجموعات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن وتلبس الزي الرسمي بمداهمة واقتحام عدد من منازل المجني عليه من منتسبي الحزب. وقال البلاغ إن الأعضاء اعتقلوا دون أي مسوغ قانوني، فضلا عن ما أحدثته المداهمة من ترويع للنساء والأطفال. هذا ويعد انتهاكا صارخا لأحكام ونصوص المواد الدستورية والقانونية، كما يعد انقلابا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. الجدير بالذكر بأن نيابة عدن أحالت الشكوى إلى إدارة الأمن للإفادة عن سبب القبض على المذكورين في الشكوى وسرعة التصرف وفقا للقانون. دان مجلس تنسيق الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة أبين اعتقال الأجهزة الأمنية في عدن لعدد من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح بذات المحافظة. وطالب المجلس في بيان له رئيس الجمهورية ووزير الداخلية إلى سرعة التدخل وإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدين بأن هذه الممارسات لا تخدم العملية السياسية وإنما تخدم الانقلابيين وتربك المشهد السياسي وتعمل على إضعاف مشروع التعددية السياسية والعمل السلمي. كما دعا مجلس تنسيق الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة أبين إلى التحقيق الفوري مع المتورطين بهذه الأعمال. عبرت أحزاب ومكونات سياسية في اليمن وشخصيات مسؤولة وناشطون سياسيون وصحفيون عن استنكارهم وإدانتهم لحملة المداهمة التي طالت مقر حزب الإصلاح بالقلوعة في عدن واعتقال عدد من قياداته وأعضائه. أبرز الردود في سياق التقرير التالي. إدانة محلية واسعة على المداهمة حزب الإصلاح بقلوعة عدن واعتقال نحو 10 من قيادته وأعضائه من قبل أمن محافظة عدن، حيث اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة شبوة حملة الاعتقالات وفبركة التهم تناغما وتناسقا واضحا مع ما تمارسه ميليشيا الانقلاب التي جعلت من قيادات ونشطاء ومقرات الأحزاب السياسية هدفا لها، مؤكدة أحزاب اللقاء المشترك بشبوة أن مثل هذه الأعمال عبث فاضح بالورقة الأمنية لجعلها ورقة للاستثمار السياسي دون إدراك المحاذير التي تنتجها هكذا تصرفات. من جهته دعا أمين عام ملتقى شبوة التوافق وعضو الأمانة العامة للقوى الشعبية اليمنية تصالح وتسامح محمد الطالبي العولقي دعا القوى السياسية الحرة والشخصيات الاجتماعية الوطنية الجنوبية الحرة إلى اجتماع عاجل للوقوف على مجريات الأحداث في جنوب اليمن لوقف دعاة الفتنة في الجنوب الذين يجعلون من حزب الإصلاح في الجنوب شماعة لزرع الفتنة. ووصف حزب العدالة والبناء في محافظة تعز الفعل بالإجرامي شرعا وقانونا، مشددا على كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية فتح تحقيق عاجل في القضية والإفراج عن المعتقلين من قيادات وأفراد إصلاح عدن وإنزال أقصى عقوبة في من وجه ونفذ هذا الاعتداء ورد الاعتبار للإصلاح وقياداته وأفراده من أعلى سلطة في الدولة. كما دانت أحزاب التحالف السياسي الداعم للشرعية في تعز العمل ووصفته بالخارج عن القانون والمسيء للشرعية، داعية أحزاب تعز الرئيس هادي وحكومته إلى التصدي لما أسمتها بالأعمال الطائشة والمخلة بالأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وإلى سرعة التحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واعتبر التنظيم الناصري بعدن ما حدث بحق قيادات وأعضاء ومقر الإصلاح بعدن انتهاكا صارخا لسيادة القانون ومسيئا لوجه عدن الحضاري وسمعة المؤسسة الأمنية المنوط بها حماية النظام واحترام سيادة القانون، مطالبا الناصري عدن الحكومة وقيادة الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن بسرعة ضبط منفذي هذا العمل غير القانوني وتقديمهم للعدالة. من جانبه قال أمين عام مساعد حركة النهضة للتغيير السلمي الجنوبية علي الأحمدي إن اعتقال قيادات وناشطين في حزب الإصلاح حدث مفصلي خطر ويأتي على خلفية دوافع سياسية وتبرير إعلامي تضحك منه أزقة القلوعة. ودان ملتقى أبناء وأهالي عدن العمل الدخيل على المجتمع بحد وصف بيانه معتبرا ذلك استمرارا لمسلسل استهداف الشخصيات العدنية إلى جانب ممارسات الإقصاء والتهميش التي تتعرض لها الكوادر المؤهلة من أبناء عدن. من جانبه استنكر الصحفي مختار الرحبي صمت بعض القوى الحزبية في اليمن عن الممارسات تجاه حزب الإصلاح وعدها خيانة للوطن، مؤكدا أن الجميع سيدفع ثمن تراكمات ما يحدث في عدن مثلما وصل القمع والأذى لجميع الأحزاب في صنعاء من قبل الانقلابيين بعد اقتحام منازل ومقرات الإصلاح واعتقال قاداته وكوادره.
وقال السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي شفيع العبد إن ما تعيشه مدينة عدن من اغتيالات واعتقالات مؤخرا تستهدف قضية الجنوب وإنسانه، مهما حاولت جوقة وكتبة الممول الجديد تصوير الأمور على غير حقيقتها. دعا رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هذه المنظمات الإنسانية إلى رفع مستوى نشاطها في اليمن والوصول إلى مناطق الاحتياج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة، مشيرا إلى الأعباء التي تتحملها بلادنا جراء النزوح الداخلي وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب الانقلابية للانقلاب، وفضلا عن أعداد اللاجئين الصوماليين الذين تستضيفهم اليمن وتتم معاملتهم أسوة بالمواطن اليمني في التنقل والعمل. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اليوم بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جورانداي، والذي ثمن بدوره موقف اليمن قيادة وشعبا لتقديمهم المساعدات الإنسانية للاجئين الصوماليين والأفارقة رغم واقع اليمن وظروفه الصعبة، وقال إن مفوضية اللاجئين ستعمل لتقديم كافة الاحتياجات والمساعدات الممكنة لليمن على مواقفها المشرفة، كاشفا عن زيارته القادمة للعاصمة المؤقتة عدن خلال شهر ديسمبر المقبل. رفض اليوم رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي استقالة محافظ محافظة تعز علي المعمري وكلفه بمواصلة مهامه في قيادة المحافظة، مؤكدا أن الحكومة ستولي تعز كل الاهتمام لتطبيع الحياة فيها. ووجه الرئيس هادي خلال استقباله للمحافظ المعمري الحكومة بدعم الموازنة التشغيلية لمحافظة تعز وتفعيل عجلة التنمية وتنمية الإيرادات وضبط قنواتها وتحصيلها لدى فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، وكذلك استعادة وتفعيل المؤسسات الحكومية في المحافظة. وحث رئيس الجمهورية محافظ محافظة تعز على تفعيل العمل المجتمعي والتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية لتوحيد الجهود من أجل القضاء على فلول التمرد والانقلاب واستكمال تحرير تعز وبناء المؤسسات الوطنية بمفهومها ومعناها الصحيح والدائم. من جانبه عبر المحافظ علي المعمري عن امتنانه وتقديره لرئيس الجمهورية وعلى الثقة التي يوليها له شخصيا بما تمثله من حمل ثقيل ومسؤولية مضاعفة في ظل الظروف الراهنة. هذا ويخوض الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري معركة تطبيع الحياة في تعز، مؤكدا عدم مغادرته المحافظة إلا بعد إخلاء كافة مؤسسات الدولة من المظاهر المسلحة وإعادتها إلى الأجهزة الإدارية الرسمية لممارسة أعمالها. نتابع. تعود الحياة تدريجيا إلى المحافظة الحالمة وتتهلل أسارير المدينة التي أنهكتها حرب ميليشيا الانقلاب ودمرت بنيتها التحتية بطريقة همجية. ومنذ زيارة الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري دخلت تعز مرحلة جديدة من الإجراءات الفورية لتطبيع الحياة وترجمة توجيهات رئيس الجمهورية على الواقع الملموس، وتتواكب هذه الإجراءات مع انتصارات يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات تعز المحافظة التي وجه الرئيس باعتمادها محافظة محررة. التوجيه الرئاسي يراه مراقبون سياسيون خطوة استباقية تعزز من معنويات تعز محافظة الحب والسلام والحياة وتدفع باتجاه استكمال تحريرها من على أرضية صلبة. وما يعزز من إجراءات الوفد الحكومي في تطبيع الحياة في تعز هو جاهزية المحافظة للمدنية وإيجابية أبنائها التواقين للدولة المدنية الاتحادية وموقفهم النضالي المشرف في كل المنعطفات الوطنية ومعركة الشرعية في استعادة الدولة. يتعارض مع هذا وعي القيادة الشرعية وديناميكية الوفد الحكومي وتناغم الأداء مع فاعلية السلطة المحلية للمحافظة ودور أبناء تعز الواعين بمسؤوليتهم الوطنية تجاه ضخ دماء حياة جديدة في شرايين محافظتهم التي استنزف الانقلابيون كل دمها في حربهم الوحشية الخاسرة. طلب رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية بتقسيم تعز إلى مربعات إغاثية وإلزام كل جهة خيرية بمربع محدد تكاملا للعمل الإغاثي في المحافظة. وقال عبد الرقيب فتح في تصريح لقناة سهيل بأن تعز منتصرة برجالها وجمعياتها الخيرية، مؤكدا التزامه بإيصال المساعدات الإغاثية للشعب اليمني دون ما تمييز.
ميان تقسم تعز إلى مربعات إغاثية، بحيث كل جماعة إغاثية تستهدف مربع معين، ونعمل على تغطية العمل الإغاثي. من هنا نؤكد بأن تعز منتصرة بقيمها، برسالتها، برجال الخير فيها، بالجمعيات الخيرية التي تستهدف المواطن أينما كان. نحن في اللجنة العليا للإغاثة سندعم المحافظة بإذن الله، وندعم المواطن اليمني أينما موجد. نؤكد بأننا مسؤولين عن الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة دون تمييز لا في دين أو مذهب أو حزب، نستهدف الملهوف أينما وجد. تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم اللواء الثالث حزب في محافظة لحج، وقال بن دغر بأن هذه الزيارة تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي بمناسبة العيد 54 لثورة 14 من أكتوبر، مشيرا إلى أن اليمن تقف اليوم مرة أخرى على عتبة انتصارات جديدة على ميليشيا الانقلاب التي تسعى إلى إعادة الوطن إلى عصور التخلف والجهل والظلام. وعبر رئيس الوزراء عن شكره للمقاتلين على ما يقدمونه للجمهورية والوحدة واليمن الاتحادي الذي تبرز ملامحه اليوم بقيادة رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى أن يعم الخير والاستقرار والتقدم في كل أرجاء البلاد، منوها بأن إيران بأذرعها الانقلابية تخسر كل يوم أمام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي. إذلال اليمنيين وامتهان وهدر كرامتهم ونهب ثروات البلد وسلخ المجتمع اليمني من هويته العربية والإسلامية والوطنية وتسخير اليمنيين في خدمة مشاريعهم الإمبريالية الكهنوتية، هدف التقى فيه الاستعمار البريطاني والحكم الإمامي المستبد على حد سواء. رغم الفارق الهائل بين نظاميها السياسيين، إلا أن تزامن تواجدهما في اليمن ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر كان من الأسباب التي أمدت كل منهما بطول العمر ومقومات البقاء. لم تكن الحرب القصيرة التي دارت بين البريطانيين والإمام يحيى حميد الدين سوى تحرش صيف، سرعان ما انكشف عن معاهدة صداقة وتعاون بينهما. اعترف الإمام بشرعية السلطة البريطانية المحتلة للجنوب، واعترفت بريطانيا بشرعية السلطة الكهنوتية الإمامية في الشمال. فتحت معاهدة الصداقة مجالات وآفاق تعاون جديدة بين الإمام والاستعمار، وجرت تحت الجسر اتفاقات لوجستية وصفقات سرية ضد اليمن واليمنيين. وكان لاتفاقية الصداقة التي بين الإمام والاستعمار أثرا في ترسيخ كل منهما سلطة وجوده اللاشرعية على أرض لا تريده. وفي عدن قامت سلطات الاحتلال البريطاني بتضييق الخناق على الأحرار القادمين من الشمال وحظر الأنشطة الثورية المناهضة للحكم الإمامي. وفي المقابل مثل الشمال بيئة مأمونة الجانب بالنسبة للمستعمر الذي وجد في الإمام حارسه الأمين وخادمه المخلص. وبالتالي فقد مثل الاستعمار البريطاني والحكم الإمامي وجهين لعملة واحدة وتحالفا بغيظا قامعا لإرادة اليمنيين وناهبا لثورات البلاد. وظل الدعم البريطاني لانقلاب الفلول الإماميين على ثورة سبتمبر في صنعاء هو أقبح وآخر ملامح التحالف بين سلطة كهنوتية متخلفة وسلطة استعمارية بوجه عصري. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اليوم مع سفير جمهورية فرنسا الصديقة لدى اليمن كريستيان تيستيو القضايا المتعلقة بتحقيق التسوية السياسية. وأكد المخلافي بأن أي حل للوضع في اليمن لا بد أن يأتي متسقا مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وألا ينطوي على شرعنة للانقلاب أو السكوت عن جرائمه بحق الشعب اليمني. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض مشروعا للتعاون المشترك بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقع المشروع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غرانداي. وبموجب المشروع يتم تعزيز العلاقات علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين،
وأوضح الدكتور الربيعة عقب التوقيع بأن المملكة وقفت مع المحتاجين في أنحاء العالم وساعدت المنكوبين في 38 دولة وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كان أول منظمة تزور مخيمات اللاجئين الروهينغا لتقييم الوضع والوقوف على احتياجاتهم، حيث يقطن حوالي 500 ألف لاجئ قادمين من ميانمار، وهذا مثال واحد فقط. وأيضا يوجد العديد من الأمثلة في اليمن وسوريا، والمنظمة تعمل مع المركز لمساعدة المحتاجين واللاجئين السوريين في دول الجوار. وأضاف: أجرينا حوارا مثمرا مع معالي المشرف العام حول التطوير والتوسيع في تعاوننا والتوسع في تعاوننا ليشمل مناطق أخرى في المنطقة والعالم، مضيفا: لدي رؤية جدا إيجابية حول مستقبل المركز الذي يعمل بشكل رائع، شاكرا معالي المشرف العام وفريقه. قتل 9 من عناصر ميليشيا الانقلاب بينهم قيادات ميدانية، فيما استشهد 2 من قوات اللواء 21 ميكا والمقاومة يوم أمس الأربعاء بعد اشتباكات عنيفة شهدتها مديرية عسيلان شمال محافظة شبوة. وقال مصدر عسكري بأن قوات اللواء والمقاومة أفشلت هجوما عنيفا على مواقعها في ميسرة منطقة الصفراء الاستراتيجية شرق عسيلان، كما أحرقت 3 آليات عسكرية. وقد قتل 9 من ميليشيا الانقلاب بينهم قائد جبهة الصفراء هاشم بالحسين الحاج المكنى بأبي علي المحضار. دوى انفجار كبير فجر اليوم الخميس بالقرب من منطقة باجل بمحافظة الحديدة، كما شوهد تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي في سماء المنطقة. وقالت مصادر محلية بأن غارة جوية يحتمل أن تكون قد استهدفت منصة إطلاق صواريخ باليستية أطلقت من خلالها ميليشيا الانقلاب منذ يومين صاروخا باليستيا باتجاه المملكة العربية السعودية. شيع المئات بمنطقة مريس بمحافظة الضالع يوم أمس الأربعاء جثماني شهيدين أحمد الحجاجي وبلال الجحدري في موكب جنائزي مهيب شيع إلى مثواهما الأخير في مقبرة الشهداء بالجبارة وبحضور قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هذا وقد أدى جموع المشيعين الصلاة على الشهيدين قبل أن يوارى جثمانيهما الثرى فيما كان يؤديان الواجب الوطني في الدفاع عن الثورة والجمهورية أثناء مواجهات مع ميليشيا الانقلاب بمنطقة يعيس شمال جبهة مريس. الشهيد يحيى الخيلي عمل في سجل التربية والتعليم لسنوات، وعندما وصل الحوثيون غزاة إلى المحافظات والمدن التحق بتشكيلات الجيش والمقاومة الشعبية واستمر في نضاله حتى لقي الشهادة. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. 40 يوما مضت على رحيل مؤلم شهدته محافظة الضالع مطلع الشهر الفائت، وهي تودع القيادي في الجيش الوطني والمقاومة علي يحيى ناشر الخيلي الذي ارتقى شهيدا في يعيس شمال جبهة مريس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء، فقد كان مناضلا بطلا مرابطا من أول يوم كانت الجبهات في مريس. وفي مسقط رأسه في العوابل بمديرية الشعيب منبع الأحرار وقلعة الحرية والصمود، ووري جثمان الشهيد الثرى بعد تشييعه في موكب جنائزي مهيب تقدمته قيادات السلطة المحلية وقيادات المجتمع في المحافظة. كان من المناضلين السباقين وأباء إلا أن يكون بين إخوانه في يعيس في مريس، لشعوره أنه لا يعيش يعني فترة العيد إلا في صفوف المواجهة وضد الميليشيات والحوثية والحوافيش، ولكن الله سبحانه وتعالى انتقاه وشهيدا. لم ترفض الشعيب جارتها مريس بالمساعدات المالية والعينية فحسب، بل رفضتها أيضا بالرجال والمقاتلين من أبناء المديرية. كان الشهيد الخيلي واحدا من هؤلاء. فقد كان إنسانا بطلا، كان من المبادرين للانطلاق إلى جبهة مريس من مناطق الشعيب ومن مدينة العوابل،
كان ينطلق يوميا في الصباح. غادر الخيلي دنياه كنيزك انشطر عن مجرته لتفقد الضالع برحيله فارسا من فرسان الثورة والنضال. خبرته ميادين التربية والتعليم مثل ما كان له صولة وجولة في جبهات القتال. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع. اغتال مسلحون مجهولون يوم أمس الأربعاء شابا من أبناء محافظة تعز وسط مدينة إب عقب استدراجه إلى أحد الشوارع البعيدة، وقاموا بنهب دراجته النارية التي كان يستقلها، وعثر على جثة الشاب الذي يدعى علي صالح القضي بشارع 30 بالقرب من مصنع الخير مقتولا، حيث تسود المحافظة موجة انفلات أمني زادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية. هذا وتشاهدون في النشرة أيضا، أهالي المحطاب بصبر ينددون بجرائم الميليشيا الانقلابية، مبادرات شعبية لرصف طريق طرق ريفية في مريس، مرحبا بكم من جديد. استنكرت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب ما يتعرض له الآلاف من المختطفين من تعذيب وحشي في سجون وزنازين ميليشيا الانقلاب، أدى إلى قتل العشرات منهم بعد تعذيبهم بشتى أنواع التعذيب حتى أزهقت أرواحهم وقتلوا بدم بارد واحدا تلو الآخر في محافظات عدة وفقا للبيان. وقالت رابطة أمهات المختطفين بأن ميليشيا الانقلاب لم تكتفي بارتكاب جريمة الاختطاف، وإنما وزعتهم في سجون عدة كثير منها سرية، حيث ما يزال قرابة 1000 مختطف مخفيين قسريا، ومصير الكثير منهم مجهول، منهم سياسيون وصحفيون، ومارست بحقهم أبشع أنواع التعذيب، حيث قتل ما يقارب 25 مختطفا من أبنائها في بداية العام الحالي. وطالبت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان بالضغط على ميليشيا الانقلاب من أجل سرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا بشكل عاجل، وعدم إقحامهم في أي صراعات سياسية قد تضر بهم وتؤثر على حياتهم، محملة ميليشيا الانقلاب مسؤولية حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسرا. دشن وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين صباح اليوم بمقر الهيئة العامة لأبحاث وعلوم البحار والأحياء المائية بالعاصمة المؤقتة عدن، دشن ورشة العمل العلمية الأولى في مجال الاستزراع السمكي. وقال كفاين بأن العودة إلى إقامة مثل هذه الورش والاستماع للعلماء المختصين في القطاع السمكي دليل على عودة التعافي لهذا القطاع وتأكيد على أهمية حرص الهيئة على ثروات البلد البحرية، مؤكدا استعداد الوزارة والحكومة لدعم مخرجات الهيئة ونتائج الأبحاث التي تقام في مثل هذه الاجتماعات المتخصصة. الدكتورة هنا رشيد أحمد رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار دعت الجهات المانحة والقطاع الخاص لدعم الأبحاث والدراسات والإسهام في تحسين الموارد والثروات البحرية. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية مساء أمس الأربعاء بمقر إقامته بمدينة سيئون، التقى مندوب قوات المملكة العربية السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بوادي وصحراء حضرموت، وثمن اللواء الركن فرج السالمين البحسني ثمن الدور الذي تقوم به قوات التحالف العربي شاكرا قيادة المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه لحضرموت وللوطن بشكل عام. وعلى الصعيد ذاته ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية مع مرجعية قبائل حلف حضرموت بالوادي والصحراء عصر أمس بمقر إقامته بسيئون العديد من القضايا الأمنية والخدمية والتنموية. وقال اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأن وادي حضرموت سيشهد نقلة نوعية في الجانب الأمني من خلال خطط ستنفذ للقضاء على الانفلات الأمني الذي يشهده الوادي، داعيا إلى تكاتف الجميع وتلاحمهم حتى تعود الأمور إلى نصابها. وثمن محافظ محافظة حضرموت دور المرجعية في حل العديد من القضايا وجهودها في المساهمة في حلحلة الكثير من المعضلات والمشكلات التي تحدث في كافة أنحاء مديريات الوادي والصحراء.
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء برئاسة محافظ المحافظة صالح الرصاص الأوضاع الإنسانية وتنسيق عمليات الإغاثة والرعاية الطبية للجرحى والمصابين جراء الحرب الدائرة منذ 3 أعوام. واستعرض الاجتماع تقرير أداء مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والخطط المقترحة لمتابعة أوضاع الجرحى والنازحين من أبناء المحافظة، إضافة إلى تقرير مدير عام شرطة المحافظة العميد أحمد الحميقاني عن الخطة الأمنية واستيعاب أبناء محافظة البيضاء ضمن الأجهزة الأمنية في المحافظة. ووقف الاجتماع أمام الاعتداءات الإجرامية والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الانقلاب بحق أبناء محافظة البيضاء، مثمنا الدور البطولي لأبطال المقاومة الشعبية في مواجهة الانقلاب وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحرير المحافظات وعودة الشرعية. قام وكيل وزارة الداخلية بزيارة تفقدية لمحافظة الجوف للاطلاع على لجان صرف مرتبات منتسبي وحدات الأمن بالمحافظة. وقال اللواء محمد سالم بن عبود بأن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بخصوص تصحيح أوضاع رجال الأمن المتواجدين في الميدان وصرف مستحقاتهم واعتماد مرتباتهم العسكرية بصورة كاملة. وهي زيارة خاصة للاطلاع على سير عمل اللجان وأداء مهامها وتصحيح أوضاع الأمن في محافظة الجوف، وإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى أن هذه اللجنة إلى اليوم وهي تحققت لنا أغلب أو جزء كبير من الأهداف التي نزلت من أجلها. لدينا توجيهات فخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية و الفريق الركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية بالنزول إلى الميدان وتصحيح الأوضاع، وأن نعطي الأولوية لجندي الميدان الموجود في الميدان، وإن شاء الله تعالى نحن نقوم في تصحيح أوضاع الأمن. ومعنا رئيس لجنة المعالجات وصرف المرتبات العقيد ناجي اليافعي اليوم كان معنا في هذه الزيارة. طلب محافظ محافظة الجوف رئيس الجمهورية والحكومة بسرعة إعادة فتح فرع البنك المركزي في المحافظة أسوة بباقي المحافظات المحررة بعد توقف دام ل4 سنوات. وقال المحافظ أمين العكيمي بأن ميليشيا الانقلاب نهبت 700 مليون ريال من خزينة البنك إبان اقتحامها للمحافظة قبل 4 أعوام. نحن نتصور الآن من داخل البنك المركزي المغلق من بعد آثار الحوثيين الذي دمر البلاد كلها. نحن خزينة الدولة عندنا فاضية 4 سنوات متتالية لا يوجد فيها شيء. هذا مفتاحه عند فخامة رئيس الجمهورية وعند الأخ رئيس مجلس الوزراء وعند وزير المالية وعند محافظ البنك. نريد هذا المفتاح. ألم يعني لهذا البنك أن ينفتح على هذه المحافظة؟ نطالب بسرعة إعادة تفعيل فرع البنك حتى يتم تحصيل إيرادات المحافظة وكذلك إيرادات وقيمة المشتقات النفطية والغازية حتى تدور عجلة التنمية ويبدأ الجانب العمل المحافظة، وكذلك إيرادات المحافظة تبدأ تغطي جزء من مصروفات المحافظة. لذا نطالب الحكومة بسرعة إعادة فتح البنك. نظم عدد من أبناء منطقة المعقاب بجبل صبر اليوم الخميس وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم ميليشيا الانقلاب، كان آخرها إعدام أسرة التربوي طه حسن فارع الأسبوع المنصرم. ورفع المحتجون صورا ولافتات تندد بالجرائم والانتهاكات بحق أبناء اليمن في عدد من المحافظات اليمنية ومنها محافظة تعز. لا زالت تداعيات جريمة إعدام أسرة التربوي طه حسن فارع تتوالى، حيث عبر الكثير من المواطنين عن سخطهم الشديد للانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه الانقلابيون بعد أن تخلوا عن كل القيم والمبادئ والأعراف. نتابع الاستطلاع التالي. طالب المنظمات والحقوق وحقوق الإنسان بإيجاد حل جذري لهذه المشاكل ويتم تحرير تعز إن شاء الله. الأطفال اللي مو يقتلون، النساء اللي مو يقتلون، لا رضا الله ولا رسوله، الله لا ستره ولا نقوه، إنا قل عفش الله يفسق رجله، الله لا عاد ولا قفل صبير، لو نقاتله حتى الموت
لا غير يكون تعلم كيف يكون كيف يكون يواجه الرجال، لا يكون يغادر النسوان بالقتل من وراء. قمنا اليوم بوقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا للجرائم المتتالية التي يرتكبها عصابة المخلوع صالح والحوثي ضد نساء وأطفال تعز، ونستنكر الجريمة الأخيرة، جريمة الإعدام التي قامت بحق أسرة التربوية طه في منطقة الجيرات. هذا الجريمة الذي عمل عليه عبد الله صالح والحوثي لازم إنهم يعني مجرمين حرب. هذا المجرمين حرب لابد نحن ما نتبعهم، لا حتى لا زقاق حناش مهما طال الزمان، لأنه عدينا شهداء. نحن لن نرضى أبدا كأطفال ونساء وشيوخ وشباب، لن نرضى مثل هذه الأعمال، وإن شاء الله لن نسمح بتكرر مثل هذه الأفعال إطلاقا مجددا. نريد إحنا من التحالف دعم الجيش الوطني لتحرير بقية محافظة تعز، أفضل من لما كل مرة يعملوا جريمة، كل مرة يقتلوا نساء، كل مرة يقتلوا أطفال، وخاصة بالأسلحة الثقيلة. تضامن عدد من مالكي محلات بيع الجوالات بشارع التحرير الأسفل عبر إغلاق المحلات اليوم الخميس للمطالبة بالكشف عن الجناة الذين قاموا بسرقة إحدى المحال التجارية وإعادة المسروقات. وقال المحتجون إنهم لم يعودوا يثقون إلا بالسلطات الأمنية والمختصين بالشرطة كونها الجهة المسؤولة عن كل الممتلكات العامة والخاصة والقادرة على إيقاف مثل هذه الأعمال التي تهدد حياتهم. يبذل الأهالي بمنطقة مريس بالضالع جهودا كبيرة ومبادرات شعبية كان آخرها العمل على رصف إحدى الطرق وتعبيدها في خطوة سوف يستفيد منها أبناء المنطقة بالكامل. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. للتخلص من عناء التنقل بين قرى المنطقة عبر طرقها الجبلية الوعرة، يبذل أهالي قرى مريس بالضالع جهودا شعبية لإصلاح الطرق ورصفها على نفقتهم الخاصة. هذه الطرقات التي تقام الأعمال فيها برغم ظروف الحرب والظروف القاسية التي يمر بها المواطن ومن مجهودهم الشخصي، فنشكر كل من تعاون وكل من أبذل في إصلاح الطرقات، لأنها الطرق وعرة وكما ترون يعني الطريق التي لم يتم إصلاحها. فبعد أيام من رصف طريق اللحج فدان على نفقة أهالي القرية، يقوم أهالي قرية القدام بالعمرية وأهالي قرية الضيعة بعساف برصف طرقات القريتين على نفقة الأهالي أيضا. بسبب عرض الطرقات وبسبب إهمال الحكومات لنا، الحكومة الأولى والحكومة الثانية، الطرقات الوعرة لا يستطيع الطلبة أن يواصلوا دراستهم في أماكن بعيدة عبر المترات، لذلك سبب لهم الحوادث بما في ذلك الولد الصغير هذا سبب إحدى الضحايا. استمرار هذه المبادرات الشعبية التطوعية في مناطق تشهد حربا على أطرافها مع ميليشيات الإنقلاب أمر يؤكد على حجم التلاحم بين أبناء المنطقة والتكاتف من أجل الحفاظ على المصالح العامة وفي مقدمتها الطريق. غياب دور السلطة المحلية عن تقديم أي دور يذكر وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن يأتي بسبب عدم اعتماد موازنة تشغيلية للمحافظة منذ تحريرها من قبضة الإنقلابيين قبل نحو عامين وحتى الآن. وتستمر جهود المواطنين هنا في هذه المنطقة فيما يؤكد على حجم التلاحم والتكاتف بين أبنائها في أعمال الخير وإصلاح ما خربته السيول في طرقات المنطقة في ظل غياب تام للجهات الرسمية في المحافظة. فوز المريسي، قناة سهيل، الضالع. وقبل الختام نبقى مع هذه المتفرقات السريعة. أكد محافظ محافظة حضرموت على أهمية تفعيل دور الشباب في وادي وصحراء المحافظة وضرورة الاهتمام ورفع مستوى الشريحة المهمة داخل المجتمع، ودعا اللواء البحصوني الشباب إلى الحفاظ على الوقت والجهد واستغلاله وتوجيهه نحو التعليم وبناء الذات والإسهام الفعال في بناء ونهضة حضرموت. أخذ
قامت جماعة الانقلاب على إيقاف ضخ مياه الشرب عن منازل المواطنين بمحافظة الحديدة شمال غرب اليمن مع مناشدات الأهالي بإعادة ضخ المياه من جديد. وقال سكان محليون في إحياء الشهداء وغليل في أحياء الشهداء وغليل والشحارية والدهيمية وزايد وحارة البيضاء، قالوا بأن المياه مقطوعة عن منازلهم منذ قرابة أسبوع وبأن معاناتهم تتزايد من يوم إلى آخر. دشن بمحافظة الجرم المحور التنفيذية الخاصة بفرق التحقيق والشكاوى لمشروع التحويلات النقدية الطارئة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمحافظة، حيث ستعمل فرق العمل على توزيع مستحقات المواطنين المستفيدين من المشروع في المناطق المحررة. كانت بدأت الدورة قبل عدة أيام، والإشكالية التي حدثت بسبب تأخر أو بسبب انحياز مديرية المصلوب ومحاولة أخذها إلى الجهة الأخرى، ولكن بدأنا بالتواصل والتنسيق مع اليونيسف ومع إيبكس بالتحديد التي تقوم بالتنفيذ في الميدان، فبدأنا بالترتيب واستجابوا في الأخير والحمد لله تم اليوم التدشين. كان التدريب مثمر، ونتمنى من القائمين على التحقق وعلى الإشراف وعلى التنظيم والحماية الكل يقوم بتسهيل الأمور للمحتاجين، بحيث أنها الطبقة المعدمة في المجتمع. تعاون السلطة المحلية كان مثمر جدا. حملة الكويت إلى جانبكم في عدن مشروع الفصول التعليمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لمؤسسة رموز للتنمية، حيث تم تأثيث الفصول وتجهيزها بوسائل تعليمية وألعاب خشبية لتنمية المهارات المختلفة للأطفال المعاقين. وزعت الهيئة اليمنية الكويتية بمأرب 5393 سلة غذائية على النازحين المتواجدين في المحافظة. هذا وتعمل حملة الكويت إلى جانبكم منذ سنوات على تقديم مساعدات إنسانية ومعونات غذائية للنازحين في محافظات يمنية عدة. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الأحزاب والتنظيمات السياسية تعتبر استهداف إصلاح عدن تهديدا للحياة السياسية والتعددية الحزبية. الرئيس هادي يكلف محافظة تعز بمواصلة مهامه ويوجه الحكومة بدعم الموازنة التشغيلية للمحافظة. مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشيد بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.